هاي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب يمكن يكون حلو، تكون في احسن حال. عارفين يا جماعه احساس ان انتوا تبقوا موضبين البيت مثلا او اوضتكم، يعني الاوضه مثلا او المكان اللي انتوا بتبقوا قاعدين فيه، وتصحوا تاني يوم تلاقوا كل حاجه عليها تراب. ده اللي حصل النهارده بجد، انا صاحيه كل الدنيا تراب، وانا عماله من امبارح انا شم ريحه تراب. انا عندي الجيوب الانفيه بجد بتبهدلني في الصيف بسبب التراب والحاجات دي. فانا عماله اقول من امبارح لا ده في تراب وكده، وفعلا صحيت الفجر لقيت الدنيا كلها تراب بطريقه مش طبيعيه. وصحيت بقى الصبح لقيت مفيش شمس والدنيا مطربه، وانا اصلا مش عارفه، مش قادره اتكلم بجد. ريحه التراب وحشه جدا في الاوضه، وعايزه تتوضب من اول وجديد. يعني كل حاجه بقى عليها تراب، يعني متخيلين كل حاجه؟ يعني يا خساره التعب والشقه اللي احنا تعبناه في ام الاوضه دي. المهم الفيديو بقى بتاع النهارده جاي اكلمكم عن افضل منتجات جربتها الفتره الاخيره لشعري، فرقت في شعري، في صحة شعري، في طول شعري. انا عايزة اقول لكم شعري ده بصوا الديفاين عامل ازاي. شعري معدي الاسبوع، انتوا متخيلين؟ انا يعني انا فروة راس بتشتكي وانا عمالة ازق فيها ان هي تكمل، لان الشعر حلو انا مش قادرة اغسله. هو في طبعا في شوية هيشان هنا، ولكن بصوا الديفاين ده عامل ازاي، بصوا الكيرلي عاملة ازاي، تحفة. الشعر بجد خطير، فانا بجد مش قادره اغسله. فتعالوا اقول لكم بقى على شويه المنتجات اللي انا فرقت معايا جدا جدا جدا. وكمان عايزه اقول لكم ان انا شعري طول، بس اوريكم الطول الحقيقي اهو، هو كده. يعني هو كان هنا كده مثلا وطول الحته دي، بصوا يعني طول الحبه دول. هتقولوا لي ازاي؟ فانا هقول لكم على كل حاجه في الفيديو ده. فلو انت مهتمه بالفيديو تابعي الفيديو ده للاخر، ولو انت بنوته او عروسه ومش عارفه تهتمي بشعرك فتابعي الفيديو ده للاخر لانه هيفيدك جدا. ما تنسوش تعملوا شير للقناه عشان نوصل 10000 فرابات، وكمان ما تنسوش لايك وكومنتات كتير عشان بيديني حماس ان انا اصور. وخلينا نبتدي. اول حاجه هبتدي بيها وهو فاستر، ده اللي مقلوب عليه الدنيا ومعمول عليه ضجه مش طبيعيه ان هو بيطول بسرعه. هو سحر. ممكن انا انتظمت عليها، انا الاول ما كنتش بنتظم عليها. يعني كنت مثلا بعمل يوم واعدي مثلا 4 ايام 5 ايام بعدين اعمل. المفروض ان احنا بنستخدمه يوميا، مره الصبح ومره بالليل، بس انا ببخ على راسي مره واحده. بنبخ طبعا على الروتس نفسها، على الفروه. تمام. اول حاجه ان هو مش بيزيت الفروه او بيديكي باحساس اللي هو التزييت او ان انت عايزه تغسلي فروه راسك، هو بالعكس لا، هو عادي بتبخيك، هو عامل زي الميه، هو قوامه عامل زي الميه. بيبقى معاه امبول كده صغير او ازازه صغننه كده، بنفتحها ونكب الازازه دي في الازازه الكبيره ونرج ونبدا نبخ. انا بستخدمه ازاي؟ انا باجي كل يوم بالليل بقسم شعري كده، بروح بخه على الحته دي هنا مثلا بختين، واروح مقسمه هكذا بختين. عايزه اقول لكم ده اكتر حاجه فرقت فعلا في تطويل شعري. انا الفتره دي ما كنتش بستخدم اي حاجه غير هو فاستر عشان اشوف النتيجه فعلا هو بيطول ولا ده كدب وخلاص. وفعلا هو بيطول. انا بص اصلا شعري، انا شعري طول، انا بص شعري اهو، بصوا بقى لحد هنا. انتوا متخيلين انا شعري كان فين وبقى فين؟ عايزه اقول هو بس كشش علشان الكيرلي وكده، وده طبيعه الشعر الكيرلي عادي ان هو بيكش. بس في الحقيقه انا بجد شعري طول. وعايزه اكلمكم عن فيديو تاني خالص بتاع الزيوت اللي فرقت فعلا في شعري، ونتكلم عن فاستر بكل تفاصيله. هو المكون الاساسي فيه اللي هو التوم، حتى اسمه فاستر توم اللي هو تحفه، هو بجد تحفه. المهم اتاكدوا بس ان الحاجه تبقى اصليه، ان العلبه بتاعته بتاعت بره، ان التومه رسمه التوم اللي عليه تبقى بارزه، دي كده الاصليه. وبصراحه ما اعرفش ما بين العلبه السوداء والعلبه الحمراء، انا كان معايا العلبه الحمراء، مش عارفه ايه الفرق ما بينهم، بس بفكر المره الجايه. انا اكيد اكيد ده لما يخلص اصلا، يعني هو فاضل فيه هنا، فاضل فيه بالظبط النص وقرب خلاص يخلص. فانا بجد مبسوطه بيه ومبهوره بيه، وهكلمكم اكتر في فيديو تاني عن الزيوت وكل حاجه. الصيف داخل علينا، يعني حمامات كريم، يعني ترطيب الشعر، يعني اهتمام بشعرنا اكتر واكتر من الشتاء. ويفضل يفضل بلاش نعمل حراره في وقت الصيف. انت مجرد بس ما بتعملي مثلا مكوى لشعرك او سشوار بتلاقيه عرق كده من هنا، اللي هو شعر باظ عايز يتغسل بقى خلاص، تلاقيه بقى كشكش كده وعرق وبقى وحش جدا، وكانك دفعتي فلوس بجد على الفاضي. يفضل ما تعملوش اصلا، يفضل انتوا ما تعملوش حراره خالص. يعني انا دي نصيحه مني، بلاش تعملوا حراره خالص خالص خالص، يعني وقف حراره على الاخر. بصوا شعري بجد هو تحفه، متخيلين ده قاعد اكتر من 7 ايام يعني ما حصلوش حاجه. انا بخرج وبنزل وبتحرك كتير وبعرق وبدخل المطبخ عادي، مش بيحصل اي حاجه زي ما هو. بس الفكره بيجي بقى عند الايام الاخيره اللي هو بصوا بيبقى فيها يشان. اكيد اول يوم مش زي مثلا 7 يوم ماشي. فاهم حاجه عندنا الحمامات الكريم، حمامات كريم، يعني مش عارفه اوديكوا حمامات كريم،
بصوا كام حمام، حاسه ان هم هيقعوا، حمامات كريم، بصوا استنوا عشان في واحد تاني، كل دول حمامات كريم، انتوا متخيلين كل دول حمامات كريم؟ شايفين اهميه الحمام الكريم ولا ابين اكتر؟ انا هنزلهم بقى عشان حاسه ان هم هيقعوا خلاص. بصوا بقى هعمل لكم فيديو تاني مخصص للحمامات الكريم، ايه فايده الحمام الكريم وهو بيعمل ايه، بس انا نصيحه مني اعملوا حمام كريم في الصيف على الاقل، يبقى مرتين، يبقى مرتين في الاسبوع، علشان احنا في الصيف بنغسل شعرنا اكتر. يعني انا في الشتاء بغسل مره واحده، في الصيف بغسل مرتين، وخصوصا بقى مثلا لو بتنزلي بقى الجيم وكده فهتبقي محتاجه تغسلي شعر، بس ما تكتريش عن مرتين علشان كتر غسيل الشعر مش بيبقى لذ حاجه على الفروه. المهم انا عايزه اقول لكم بس باختصار، ايا كان ايه نوع الحمام الكريم، هاتي حمام كريم يكون كويس معروف ويكون طبعا مصري. كل الانواع دي معانا، ديفول ده اول واحد، ديفول مش عارفه هيبان ولا لا، اول واحد معانا هو ديفول، ده بتاع الاطفال لسه طالع جديد، وهو بجد رهيب رهيب رهيب، بيرطب حلو جدا وبيظبط الشعر وكل حاجه، بجد فظيعه فيه، وقوامه كريمي وحلو جدا. ده اول واحد طبعا ديفول معانا مصري، بتاع بايو سوفت اكتر انواع انا جربتها، ومعايا طبعا اللي هو بالافوكادو بس شايلاه، عامله له خزين. معانا هيلورونيك اسود ومعانا ارجان، ودول اكتر نوعين بجد بيرطبوا الشعر، بس انا اكتر نوع بيمشي مع شعري هو الافوكادو، ولما جربت اللي هو الهيلورونيك اسيد حلو جدا في الترطيب. انا عايزه اقول لكم برده الارجان بستخدمه بس مش دايما، انا اللي دايما بستخدمه بستخدم الافوكادو. ونصيحه مني، مش كل حاجه ما اقولها مثلا تبقى حلوه معايا لازم تبقى حلوه معاكي، ممكن يحصل العكس، تبقى حلوه معايا وتبقى وحشه معاكي، ممكن تبقى حلوه معاكي وتبقى وحشه معايا. المهم لازم نجرب كذا حاجه وكذا نوع علشان نعرف شعرنا بيحب ايه وبيكره ايه. يعني عندك في بايو سوفت عندهم مثلا حوالي 5 انواع او 6 انواع، لازم تجربي مثلا مره زبده شيا، مره ارجان، مره مش عارفه هايلورونيك اسيد، مره كذا، عشان تعرفي شعرك بيحب ايه وبيكره ايه. انا فضلت اجرب لحد ما عرفت ان شعري بيحب الافوكادو وبيحب الجوز الهند بس في حمامات كريم معينه. اللي بعد كده اكتر صبغه حبيتها فعلا في اللي هي الهير روج بتاع كيرليانا، هو بجد خطيره. دول الالوان اللي معايا، وطبعا باين على اللون البيربل اكتر لون انا حبيته، اللون الجولد بصراحه مش ماشي معايا خالص، اجيبه يمين اجيبه شمال هو مش ماشي معايا خالص. بجد من احسن انواع الهير روج اللي انا جربتها، او الصبغه مش مضره خالص، بتحطيها بعد الستايل يعني بعد الستايل، بعد ما تخلصي الليف ان بتاعتك دي عباره عن جل على هيئه صبغه، يعني بدل ما تحطي جل طبيعي بنحط الجل من دي وبتدي لون، اول ما بيجي عليها الميه بتنزل وخلاص بتكون اختفت وخلصها كده، مش مضره خالص للشعر بجد. انا عايزه اصلا اجيب منهم اللون الازرق، لان اللون الازرق بجد رهيب ومتحمسه له جدا، حاسه هيبقى تحفه زي اللون الموف، اللون الموف عليا تحفه يا جماعه بجد، انا بحبه جدا ومخليهم. بصوا انا مخليه شويه دول علشان اخليهم بس للعيد، شويه دول كده للعيد بجد، والبيجمنتيشن بتاعهم عالي جدا وفظيع ومش مضره خالص، بالعكس من الذ واحلى انواع الصبغه اللي انا جربتها. وعايزه اقول لكم الصبغات اللي هي انتوا بتتعمل في البيوتي سنتر، او الصبغات اللي انتوا بتشتروها من بره، مضره للشعر فوق ما تتخيلوا. لو عايزين تعملوا شعركم لون اعملوا له مثلا حنه او الحاجات دي، بلاش نحط في شعرنا صبغه والكلام ده، بجد الصبغه بتدمر، والبروتين والحراره بجد ما بنصحش حد يعمل لا صبغه ولا بروتين ولا حراره، وبالذات البروتين ده بجد بيدمر الشعر من الجذور كده، بصوا بيبقى بش. اللي بعد كده انواع الليف ان اللي انا جربتهم الفتره الاخيره هما بكام، بتاع سومو في اللي بالارجان وبزبده الشيا، الاثنين احلى من بعض. انا عايزه اقول لكم الليف ان بتاع سومو في حلو بطريقه مش طبيعيه، والنوعين حلوين جدا نفعوا جدا مع شعري. واخر نوع جربته هو كان بتاع جوز الهند والكوكونات اويل، وده اخر مره كنت عامله بيه شعري. شايفين الديفايند عامل ازاي، شايفين ترطيب الشعر، بس طبعا فيها هيشه من فوق ملناش دعوه بيه، بس بوريكم بس ترطيب والديفايند بتاعت الشعر، وكل كيرل لسه محتفظه بنفسها. عايزه اقول لكم الليف ان ده تحفه تحفه تحفه، ويستاهل كل جنيه، سعره هتلاقوه من 170 ل 200 جنيه، هتلاقوه في الرينج ده، وبجد حلو حجمه كبير. وعايزه اقول لكم بصوا انا مخلصه العلبه، مش عارفه هيبان ولا لا، بس شايفين انا مخلصه العلبه عشان تعرفوا بجد انا بحبه ازاي، واوريكم التاني. بصوا التاني فاضل فيه حبه من تحت، في حبه صغننين كده من تحت، هخلصهم بقى ويبقى كده خلصت العلبتين، عشان بس تعرفوا انا بستخدم الحاجه ازاي. اللي بعد كده البلسم، ده البلسم بتاع ايفا بالكرياتين، الكرياتين مش اللي هو بيفرد الشعر، لا اللي هو المكون الاساسي بتاع شعرنا، شعرنا بيتكون بنسبه 80 او 90% من ماده الكرياتين اللي هي بتحافظ على الشعر، فده الايفا بالكرياتين اللي هو مش بيفرد الشعر، مش الكرياتين اللي هو بيفرد.
حلو جدا، بيرطب الشعر، بيسلك الشعر حلو جدا. يعني عايزه اقول لكم شعري ده لما اجي بغسله لازم بغرقه ميه وبعدين بنشفه كويس كده وابدا احط عليه البلسم وابدا اسلك شعري بالراحه. بصوا بيسلك بكل سلاسه، مش بيعقد الشعر، بجد تحفه ومن احلى الحاجات اللي انا جربتها. اللي بعد كده اخر حاجه معانا اكتر نوعين جل، وبتسأل على انواع الجل كتير جدا، جربتي يا ساندي جربتي يا ساندي. دول اكتر نوعين انا بحبهم، طبعا هما متبهدلين، الفليكسيد جل بالبذر الكتان بتاع باي سوفت، وبتاع 11 من اللي هو بص الهولد بتاعه 5 مخلصاه. بصوا ده اصلا ما عايزه اقول لكم قوامه، بصوا بيبقى تقيل كده شويه، بس حاسه في الصيف بيبقى مزحلق كده، اللي هو تحس انه عامل زي الجلي بس مزحلق كده شويه، تحس ان هو قوامه بيخف كده عشان حراره الصيف وكده. بالنسبه بقى للفليكسيد جل ده اكتر جل انا بحبه، عارفين ان انا جبت منه واحد تاني. بصوا دي العلبه الاولى، فاضل في حبه من تحت كده وخلاص. اخر مره زي ما انتوا شفتوه كنت جايباه ب 100 وشويه، هو بجد من احلى انواع الجل بجد اللي انا جربتها، بيثبت حلو قوي والهولد بتاعه حلو قوي. بس لو هتستخدمه ده يبقى استخدمه ليف ان يكون تقيل عشان توزنه ما بين الامور، يعني عشان شعرك ما يعملش هولد جامد قوي وبتاخد منه حته صغيره. لكن لو هتستخدمي الجل ده، في طبعا منه انواع كتير، في الهولد بتاعه 2 و3 و4 و5، اعلى واحد فيهم الخمسه اللي هو ده، لما بستخدمه باخد حته منه صغيره لو حاطه ليف ان تقيل، وباخد حته كبيره منه لو حاطه ليف ان. بس كده حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكونوا انبسطتوا وتكونوا استفدتوا. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.